والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا ريهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، صغرى 18، إسكندرية 25، 16، مطروح 24، 15، بورسعيد 26، 19، إسماعيلية 28، 17، وجوها مائل للحرارة. بالنسبة لسويس 27، 18، العريش 27، 15، طابة 26، 15، شرم الشيخ 29، 21، الغردقة 28، 19، وجوها أيضا مائل للحرارة. بالنسبة للأقصر 32، 14، أسوان 33، 16، الوادي الجديد 30، 13، شلاتين 31، 22، حلايب 27، 20، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.